السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة استوديو الأهلي. ما تنساش قبل ما تبدأ الفيديو تعمل فيديو بلايك وشير كومنت وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول، ويلا بينا على الفيديو. مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري. في الدوري المصري طبعا المباراة هتكون الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر، هتكون على استاد القاهرة الدولي. طبعا المباراة في الدوري المصري زي ما قلنا طبعا هتكون مباراة جميلة جدا. طبعا ترتيب النادي الاهلي في الدوري المصري هو الثاني حاليا، ده بسبب ان الاهلي متاجل له 3 مطوشه. طبعا بيوتشر في المركز الاول ب 49 نقطه، لعب 23 مباراه. في المركز الثاني النادي الاهلي 47 نقطه، لعب 21 مباراه، لا لعب 19 مباراه. النادي الاهلي لعب 19 مباراه في الدوري حتى الان، وبمباراة النهارده ان شاء الله يبقى 20، يبقى كده اتأجلوا 3 متوشة. طبعا لو فزنا النهارده هيبقى احنا المركز الاول في الدوري المصري بفرق نقطة عن فيوتشر، فان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ونقدر نحسم المباراة من بدري ونقدر نسجل اهداف ونقدر ناخد الماتش من فرق كل سنة ان شاء الله باذن الله، يبقى احنا المركز الاول في الدوري زي العادة بتاعتنا. دلوقتي ان شاء الله هنعرض فيديو عن تمرين النادي الاهلي، تمرين اللعيبة ان شاء الله وما بيتدربوا، ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده ناخد الماتش. هنعرض دلوقتي الفيديو بتاع اللعيبة وما بيتدربوا. زميلنا العزيز طبعا وموجود حاليا في النادي الاهلي فرع الجزيره، زميلنا العزيز محمد توفيق، عشان نتابع معاه تدريبات النادي الاهلي واخر الاخبار والمستجدات. يا توفيق كل سنه وانت طيب، واهلا بيك معانا في الاهلي في رمضان وسامعينك، اتفضل. مساء الخير يا كريم، مساء الخير يا نهوان، تحياتي ليكم وضيوفكم الكرام بالطبع كابتن صديق جمال وكابتن احمد عبد الفتاح وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. ليله رمضانيه جديده والاهلي في رمضان، زي ما انت قلت النادي الاهلي خلاص يعني صفحه الكاس، والحمد لله الف مبروك، ببارك لكم، ببارك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. حظ بطوله الكاس ال 38 على طول، بنقفل الصفحه وبنخش في بطوله جديده بقدر النادي الاهلي الدائم، بطوله الدوري والعوده ليها ان شاء الله. مباراه فاركو بعد غدا باذن الله في 9:15 على استاد القاهره، مباراه الجوله 25 باذن الله، تكون مباراه قويه والنادي الاهلي يكون موفق فيها، وتحقيق الفوز وتاكيد الصداره والاقتراب خطوه بعد الثانيه باذن الله من اللقب ال 43 لبطوله الدوري العام. يمكن التدريب ابتدى في العشاء الا الربع، طبعا سبقوا محاضره لمده 45 دقيقه زي ما مستر كولر على طول معودنا، وبقى دايما في محاضرات فيديو قبل المباريات بيعرض فيها اهم اللقطات للفرق اللي هتقابل النادي الاهلي، اهم خطوطه ونقاط القوه والضعف فيها، وكمان تحليل اداء النادي الاهلي في المباراه الاخيره والكلام مع اللاعبين في اهم وابرز الحاجات اللي حصلت في المباراه الاخيره علشان تلافي النقاط السلبيه وكمان تعزيز النقاط الايجابيه فيما هو قادم من مباريات. بعد كده على طول التدريب اتنقل لارض ملعب مختار التتش، كان تدريب قوي جدا، كان طبعا امبارح كان اجازه بعد مباراه بيراميدز في نهائي الكاس، ولكن النهارده على طول بقى بنبدا على طول تمرين قوي شارك فيه جميع اللاعبين. عوده طاهر محمد طاهر للتدريبات اللي خلاص بشكل كامل النهارده، ابرز اللقطات في المران كل اللاعبين موجودين باستثناء طبعا رامي ربيعه اللي بيخضع لبرنامج استشفائي وعلاجي تحت اشراف دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، وكمان احمد عبد القادر اللي بيواصل برنامجه التاهيلي للاصابه اللي اشتكى منها قبل مباراه المحله. باذن الله على مباراه فاركو مع صفاره الحكم يكون كل اللاعبين جاهزين وفي حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه، وان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي. يمكن على طول بكره كمان في نفس التوقيت 9:15 هيكون في المران الاخير استعدادا لمباراه فاركو، ومن بعدها الدخول في معسكر مغلق لغايه المباراه في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره، وان شاء الله بقى يبقى كل التوفيق وكل دعوات جمهور النادي الاهلي مع الفريق واداء مباراه كبيره ومواصله ان شاء الله التصدر والوصول للنقطه 50 باذن الله. وزي ما شفنا كده دي كان تمارين النادي الاهلي طبعا النهارده، ان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر ناخد المباراه من فرقه بكل سهوله. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ما تنساش قبل ما نطلع من الفيديو تعمل فيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناه لو انت مشترك، وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول وتذكر ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.